تشارك مملكة البحرين في الدورة الموسعة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي والتي تقام في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض خلال الفترة من العاشر وحتى الخامس والعشرين من سبتمبر 2023 وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين الثقافة والأثار رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي قال إن عودة اجتماع لجنة التراث العالمي ورئاستها إلى الوطن العربي من جديد وللمرة الثالثة خلال عشر سنوات يؤكد على الدور المتزايد الذي تقوم به الدول العربية في حفظ وصون التراث العالمي من أجل خير وصالح الإنسانية